الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يجريان جلسة مباحثات موسعة ويشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى برئاستهما. وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن عزمها زيارة بيروت يوم الجمعة وتطالب بعدم سحب قوات اليونيفال من لبنان. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على التلفزيون المصري، أهلا بكم. صفحة جديدة للعلاقات المصرية السعودية بقمة يعقدها الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. اليوم يمضي البلدان خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، حيث تمثل الرياض أحد أبرز المستثمرين في الاقتصاد المصري. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر. وكان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الدولي. هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. Thank you.
المملكة العربية السعودية. عقب الاستقبال أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. أعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفدي البلدين، حيث شدد الرئيس السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، أكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، وأشار إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، خاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار. من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة. كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية على رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد. وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام. هذا وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. هذا وتتمتع العلاقات المصرية السعودية بالقوة والمتانة، حيث يربط البلدين تعاون استراتيجي وتنسيق مستمر. وتأتي قوة العلاقات بين مصر والسعودية بفضل دعم وتوجيه القيادة السياسية للبلدين الشقيقين. علاقات قوية وراسخة تلك التي تربط مصر والسعودية انطلاقا من أنها مبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وتنعكس قوة العلاقات بين القاهرة والرياض بتبادل الزيارات بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات ذات الطابع العسكري والأمني والاقتصادي، وهي زيارات تهدف في المقام الأول لتبادل الآراء وتنسيق المواقف المشتركة، وهو ما ساهم في الوصول بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة. تستثمر مصر والسعودية لغة دبلوماسية رصينة في التعامل في الكثير من القضايا والمواقف باعتبارها أسلوبا مهما وناجحا في معالجة الكثير من قضايا المنطقة، سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميين فاعلتين يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية، حيث مثل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ والسيطرة على مقدرات المنطقة. فقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية تحققت بفضل دعم وتوجيه القيادة السياسية للبلدين الشقيقين لتصل العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، فضلا عن توقيع اتفاقات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين.
هي إذن علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية مميزة تربط البلدين الشقيقين منذ سنوات طويلة، ولم تقف عند هذا الحد، ولكنها ما زالت تتطور وتزدهر. تجمع القاهرة والرياض شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في المجالات كافة، فضلا عن رغبة متواصلة بين القاهرة والرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة. شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية تجمع مصر والسعودية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين القاهرة والرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة. حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية إلى مصر. وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر نحو 30 مليار دولار. وتعد السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال إقامة مشروعات مشتركة. أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين، وذلك في المجالين التجاري والاستثماري، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار. وينعكس التقارب المصري السعودي بشكل واضح على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023. فضلا عن هذا، فقد تم توقيع بروتوكولات لتعزيز المشاركة في المشروعات الاستثمارية. وفي المجال الزراعي ومجال الغذاء والدواء، تم الاتفاق على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين. وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق الطرفان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات. أما في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات، وقيام مصر بتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلاً عن التعاون العلمي الجيولوجي. أيضاً يعد مشروع الربط الكهربائي هو الأهم بين البلدين، وبدأ يدخل مراحله الأخيرة بقدرة 1500 ميجا وات، إلى أن تصل كمية الطاقة الكهربائية التي سيجري تبادلها لنحو 3 جيجا وات خلال عام 2026-2027 وفقاً للتعاقد بين الجانبين، على أن تكون سوقاً مشتركة لاستغلال فائض الطاقة الكهربائية وتبادلها بين البلدين في أوقات الأحمال المنخفضة. وبشأن التعاون في مجال السياحة والآثار،
تم بحث إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين ووضع أجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين، كما تم تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة لتشمل جميع أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة، الأمر الذي أسهم في تشكيل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حيمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. سيادة السفير، زيارة هامة اليوم تابعناها لولي العهد، وبالتأكيد هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. كيف تقرأ أهمية توقيت هذه الزيارة؟ لا شك واضح أن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية كبيرة جدا في العلاقات ما بين البلدين، خاصة في هذا التوقيت الذي يحتاج إلى مزيد من التعاون وفتح آفاق أرحب لكافة المجالات التي يشملها التعاون، بل وهناك تحديد يعني إضافات أخرى لمجالات تضاف إلى الرصيد التراكمي من المجالات التي بالفعل تشهدها العلاقات. واضح من خلال هذه الزيارة وما تم فيها من توقيع لمذكرات تفاهم أن مجالات التعاون القائمة تم تعميقها، وأيضا مجالات التعاون تم توسيعها بشكل أكبر لتشمل قطاعات أخرى. واضح أيضا أن هناك اهتمام كبير جدا بزيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم التبادل التجاري، دخول قطاعات جديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية خاصة الربط الكهربائي، قطاعات صناعية تتعلق بمجالات التعديل، القطاع السياحي وتنميته وتطويره بشكل غير مسبوق. أعتقد كما أشرت أن هذه تمثل نقلة نوعية كبيرة في العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي. ربما من هنا تأتي أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى. نعم. مجلس التنسيق الأعلى أعتقد هذه خطوة إيجابية وبناءة وتمثل أيضا نقلة نوعية في الآلية التي يمكن أن تكون هي الأساس لوضع خريطة الطريق ولتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين. نعم. أعتقد كما أشرت أن هذه نقلة نوعية كبيرة في العلاقات بين البلدين، ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما هذا أكيد له أساس في العلاقات السياسية بين البلدين، لأن أي علاقات اقتصادية لها مردود سياسي ولها أساس سياسي يؤكد على تطابق وجهات النظر والرؤية فيما يتعلق بتناول العلاقات في المجال السياسي وفي أيضا في مجال العلاقات المتعددة ما بين الطرفين مع هذه الأطر المتعددة سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وخاصة فيما يتم من تناول لقضايا يعني ساخنة في الوقت الحاضر سواء كانت في منطقة البحر الأحمر أو سواء كانت في منطقة القرن الأفريقي أو سواء كانت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. أهمية اتفاق الرؤى في القضايا السياسية بين الطرفين سيادة السفير، يعني كما تحدثت عن الشق الاقتصادي تابعنا التوافق في القضايا العربية المختلفة تحديدا الأوضاع في غزة ولبنان. لا شك أنهم أكدوا على سيادة لبنان ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الموقف اللبناني في مواجهة التحديات التي جاءت من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضح هناك تأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، وإنما يجب تسوية القضية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. هناك تأكيد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفتح كافة الممرات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك كما أشرت أفق سياسي يتمثل في ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وإقامة الدولة الفلسطينية. نعم. أيضا فيما يتعلق بسوريا ويتعلق بليبيا من المؤكد أن هناك رؤية مشتركة بين الجانبين بين الطرفين تؤكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات
الدولة الوطنية، وضرورة أن يكون هناك عائد وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي من هذه الدولتين، بالإضافة طبعا إلى ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية سلمية تؤدي إلى تحقيق رغبات وطموحات كل من الشعب الليبي والشعب السوري. نعم، شكرا جزيلا لك السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية. وخلال اللقاء شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، حيث أوضح الشربيني في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية ما عدا الصناعية والورش على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من الأول حتى الخامس عشر من كل شهر للشركات المصرية. انطلقت فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 13 بدولة اليونان، والذي يستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب. يتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشتركة شركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راق في مختلف التخصصات. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدة الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وطالب وزير الخارجية خلال اللقاء المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تناول عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف التصعيد والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية والتزام إسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربك للتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة. وخلال الاتصال شدد عبد العاطي على أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. كما أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة اليونيفال الأممية بجنوب لبنان وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن مسؤولين أمريكيين أكدوا لبلاده أن إسرائيل ستخفف حدة ضرباتها على بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأوضح ميقاتي أن الاتصالات مع الجهات الأمريكية تضمنت تقديم نوع من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، مشيرا إلى أن الجهود الدولية لا تزال جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يضع حدا للأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي
الإسرائيلي وحزب الله. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستزور لبنان الجمعة، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطلب إسرائيل الأحادي بانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال سيكون خطأ فادحا. وقالت ميلوني إن انسحاب بعثة اليونيفال سيقوض مصداقية الأمم المتحدة، ويشارك أكثر من 1000 جندي إيطالي ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما تنشر إيطاليا جنودا ضمن مهمة منفصلة تحمل اسم البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان، والتي تهدف إلى تدريب القوات المسلحة اللبنانية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل قولهم إن إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية. وقالت المسؤولة السابقة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية دانا سرول إن مشكلة الذخائر الإسرائيلية خطيرة، وأشارت إلى أنه إذا ردت إيران على هجوم إسرائيلي وانضم حزب الله أيضا فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي سوف يستنفد. ووفقا للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة والعسكريين السابقين والمعلقين، تعتمد إسرائيل على المساعدات من الولايات المتحدة لسد الفجوات في نظام الدفاع، والذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التصعيد الإقليمي. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. واشنطن تمهل تل أبيب شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة. فرضت بريطانيا عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العقوبات تستهدف 7 منظمات استيطانية ضالعة في تقديم الدعم لأنشطة تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، إلى جانب تحريضها على هذا الدعم أو الترويج له أو تسهيله، مؤكدا أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية. Israeli Hezbollah should withdraw. أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي أن الاحتلال الإسرائيلي وظف العلم والتكنولوجيا في تدمير البشر والحجر بدولة فلسطين. وخلال كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة رقم 149 للاتحاد البرلماني الدولي، قال رئيس البرلمان العربي إنه على مدار أكثر من عام نرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع كيف يوظف الاحتلال الغاشم قوة العلم والتكنولوجيا في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، ويحولهم إلى أشلاء في دولة فلسطين، فضلا عن التدمير الشامل لمنشآت البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد حتى مخيمات الإيواء. دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جميع أطراف الصراع لتنفيذ فترات التهدئة الإنسانية اللازمة في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال. وقالت المنظمتان إن أوامر الإخلاء الجديدة في الشمال تهدد الوصول إلى المستشفيات، وشددت الصحة العالمية واليونيسف في بيان مشترك على ضرورة حماية فرق التطعيم والسماح لها بإجراء الحملات بأمان. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية نجحت الجولة الأولى من التطعيم التي امتدت ما بين 1 و 12 من سبتمبر في تطعيم 559,161 طفلا، أو ما يقدر بنحو 95% من الأطفال الذين تستهدفهم الحملة. ومع انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، قال نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين أونروا سام روز إن الوكالة تعمل مع وزارة الصحة الفلسطينية وشركاء الأمم المتحدة بهدف تطعيم نحو 600,000 طفل على مدى الأيام العشرة المقبلة.
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل بناء على مصلحتها فقط. وأفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو أن القرار بشأن خطط الرد على إيران بسبب هجوم الصواريخ الباليستية في الأول من أكتوبر سيتخذ بناء على احتياجات إسرائيل. يأتي البيان ردا على تقرير أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فده أن نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل لن تهاجم مواقع النفط أو المواقع النووية الإيرانية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية. وأضافت الهيئة أن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها. يأتي ذلك وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ قريبا ضربة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها مطلع أكتوبر الماضي. أمرت النيابة العامة بحبس سائق حافلة الركاب التي تعرضت لحادث انقلاب بطريق الجلالة على نحو أسفر عن مصرع 12 طالبا وإصابة 29 آخرين احتياطيا لمدة 4 أيام بعدما أظهر التحليل المبدئي تعاطيه لمواد مخدرة. كان نائب العام المستشار محمد شوقي قد أمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث، حيث تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابات السويس الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق. وانتقل المحققون لسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية ومناظرة جثامين المتوفين ومعاينة موقع الحادث. وقامت النيابة باستجواب سائق الحافلة فيما نسب إليه من واقع شهادات المصابين، فأنكر ما ورد بتلك الشهادات. وعقب إجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرا مخدرا، فقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له مع حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. بحث نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار مع وزير الصحة التونسي مصطفى الفرداني على هامش اجتماعات الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وأوضح عبد الغفار أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة الدولية لتحلية المياه في مجال دراسات التحلية ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء في كل من المغرب وإسبانيا وأستراليا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري بالمدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه شانون مكارثي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة 7 للمياه. وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتحلية المياه والمزمع عقده في ديسمبر من عام 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة. يستقبل المتحف المصري الكبير في الافتتاح التجريبي له 4000 زائر يوميا بحد أقصى، والهدف من التشغيل التجريبي هو تقييم جاهزيته لاستقبال الجمهور. سيتم افتتاح قاعة الملك توت عنخ آمون صاحب الشهرة العالمية الواسعة عند الافتتاح الرسمي بما تحتويه من كنوز أثرية معروضة تقترب من 5390 قطعة فريدة. ينتظر المصريون وعشاق الحضارة المصرية القديمة من شتى أنحاء العالم افتتاح المتحف المصري الكبير أبوابه بشكل نهائي، وجاري افتتاح 12 قاعة جديدة للتشغيل التجريبي أمام الجمهور. بدأنا بموضوع التشغيل التجريبي لبعض القاعات أو بعض الأجزاء الخاصة بالمتحف زي المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم. من غدا أيضا سيتم إضافة جزء آخر للتشغيل التجريبي، هو القاعات
الرئيسية، 12 قاعة من أفضل قاعات العرض الرئيسية طبقا لحقب زمنية بتبدأ من عصور ما قبل التاريخ إلى أن تنتهي إلى العصر اليوناني الروماني، وطبقا لسيناريو عرض بيتكلم عن المجتمع وبيتكلم عن الملكية وبيتكلم عن المعتقدات اللي هي مرت في حياة المصري القديم. في طريقة عرض بتدي للزائر إما يمشي ال 12 قاعة دول، إما بندي تو أوبشنز أو تو اختيارين للزائر، إما يمشي تاريخيا بحيث إنه هيزور ثلاث قاعات الأوليين في التري الأول ده أو في الديفيجن الأول للتري، إن إحنا هنقول هيمشي سوسايتي كينجشيب بليفز أند إترنيتي مرة واحدة، أوكي؟ أو هنمشيها ثيمز ياخد السوسايتي بداية من 700 ألف سنة قبل الميلاد وانتهاء ب 394 سنة. ومن المقرر أن يستقبل المتحف في الافتتاح التجريبي له 4000 زائر يوميا بحد أقصى، إذ إن الهدف من التشغيل التجريبي تقييم جاهزيته لاستقبال الجمهور وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين. هو شيء يدعو للفخر بشكل جميل جدا، تحفة بصراحة، كل حاجة فيه تحفة، هو حاجة عظيمة بصراحة. أنا جاي شوف العمار ومن المعمار الموجود بالمتحف اللي هو بالنسبة لي صرح عظيم، تحفة فنية وتحفة معمارية، التفاصيل رهيبة، وبالإضافة لاهتمامي بالتاريخ، يعني ما فينا نحكي شيء على الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة. أما قاعة الملك توت عنخ آمون صاحب الشهرة العالمية الواسعة فستكون مفتوحة عند الافتتاح الرسمي بما تحتويه من كنوز أثرية معروضة تقترب من 5390 قطعة فريدة، منها قطع يشاهدها المتخصصون لأول مرة، وينحصر تشغيلها مع الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير والذي سيتم تحديده من قبل القيادة السياسية. تتواصل فعاليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في نسخته 32 في ليلته الخامسة، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية ثلاث حفلات وصالونا ثقافيا على هامش فعاليات المهرجان. المزيد يطلعنا عليه زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من دار الأوبرا المصرية وتحديدا من أمام مسرح النافورة وإحدى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 الذي يشهد إقبالا كبيرا منذ بدايته يوم الجمعة الماضية. اليوم شهد مجموعة من الفعاليات، بدأت بصالون الأوبرا الثقافي وكان فيه مجموعة من المتخصصين ومن الموسيقيين، وكان الحديث اليوم في صالون الأوبرا الثقافي عن الذكاء الاصطناعي وتحديات الموسيقى في المستقبل، هذا بالإضافة أيضا إلى الوصلات الموسيقية والطربية التي قدمها اليوم الموسيقار عمرو سليم. وبدأت حفلة اليوم بوصلة موسيقية للموسيقار عمرو سليم، والذي أيضا أعرب عن امتناني وسعادتي الكبيرة بمشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وأيضا الفنانة آيات فاروق التي ينتظرها الجمهور بشدة، هناك إقبال كبير من المواطنين ومن جمهور الأوبرا على حضور حفلات الليلة الخامسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية. نشير أيضا إلى أن هذه الفعاليات تتواصل على مدار أسبوعين، وتنتهي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في يوم 24 من أكتوبر الحالي بإذن الله وسط زخم موسيقي وثقافي كبير. إليكم زملائي في الاستوديو. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. التفاصيل مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا إلهام نمر وشكرا ليلى عمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل نحو 2,200,000,000 دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1,700,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر ب 29.4%. أكد الجهاز أن حجم الواردات المصرية من السعودية بلغت نحو 4,300,000,000 دولار خلال 8 أشهر الأولى
من عام 2024، وذلك مقابل 3 مليارات و200 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع تقدر ب 34.3%. شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال الذي استضافته مدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. من جهته قال وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات و800 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.182 تريليون. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 30,584 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7,569 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10,713 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025. أما على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3% ليصل إلى 75 دولار و19 سنت للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% إلى 71 دولار و60 سنت للبرميل. انخفضت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 44% لتصل إلى $2.12 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل نحو $2.34 ولكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، مدفوعا بديون الولايات المتحدة والصين. هذا وحذر الصندوق من أن الحكومات ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة من أجل استقرار الاقتراض. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وليلى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. أكد برنامج الأغذية العالمية أن ملايين الأشخاص في جنوب قارة أفريقيا يواجهون أسوأ أزمة غذائية منذ عقود، محذرا من أن نقص التمويل يؤثر سلبا على تقديم مواد الإغاثة. وأضاف برنامج الأغذية أن 5 دول هي ليسوتو ومالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي أعلنت حالة الطوارئ بسبب معدلات جفاف غير مسبوقة، وطلبت من المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني لها. كما تأثرت أنغولا وموزمبيق بشدة، حيث يعاني نحو 21 مليون طفل من سوء التغذية. والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية. فاطمة خليل في انتظاركم مرة أخرى وطائفة من آخر أخبار الرياضة. إليك فاطمة. شكرا ليلى، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ميلانه استعدادا لبطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة بين 20 إلى 24 من أكتوبر. وبدأ الميران بجلسة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزي جوميز واللاعبين، وحرص المدرب على توجيه عدة رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريب، حيث خاض لاعبو الفريق فقرات تدريبية متنوعة مع التركيز على الجوانب الفنية والخططية. وتم تقسيم الفريق لمجموعتين في بداية الميران والتركيز على التمريرات السريعة بين اللاعبين لزيادة دقة التمريرات. تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في المغرب، وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 35-27 في ثاني مواجهاته بالبطولة، بعد أن حقق فريق سيدات يد الأهلي الفوز على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 33-20 في أولى مواجهاته الجمعة الماضية. توجت لاعبة المنتخب الوطني للرماية هالة الجهري بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للرماية بالهند خلال منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء. يستعد أبطال الرماية للمشاركة في بطولة العالم 34 للرماية على الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر وبطولة الجائزة الكبرى المقررة في الفترة من 28 من أكتوبر الحالي حتى 3 نوفمبر المقبل، والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لليلى والإلهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن إيطاليا تنقل حاليا أول مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا على متن سفينة تابعة للبحرية في تفعيل لخطط مثيرة للجدل للتعامل مع الآلاف من طالبي اللجوء في الخارج. هذا وأقامت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مركزي استقبال في ألبانيا في أول اتفاق من نوعه يتضمن نقل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للمهاجرين إلى بلد خارج التكتل في محاولة لردع الوافدين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، مؤكدة أنها سترسل فقط الرجال غير المعرضين للخطر القادمين من دول مصنفة على أنها آمنة إلى ألبانيا. ونتابع معكم الآن أهم وآخر أنباء الطقس مرة ثالثة وأخيرة، نعود فيها إلى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إلهام وليلى، وأهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفي ميال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 21، اسكندرية 28 20، مطروح 26 20، بورسعيد 28 23، إسماعيلية 31 20، وجوها حار. بالنسبة للسويس 30 21، العريش 28 20، طابة 30 23، شرم الشيخ 33 25، الغردقة 33 24، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37 22، أسوان 38 23، الوادي الجديد 35 20، حلايب 30 25، شلاتين 33 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يجريان جلسة مباحثات موسعة ويشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى برئاستيهما. وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن عزمها زيارة بيروت الجمعة وتطالب بعدم سحب قوات اليونيفيل من لبنان. بختام العناوين نصل وإياكم لختام نشرة التاسعة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.